مرحبا فراشات الصغار، وأهلا بكل أبطال الأعزاء. سنقوم بمواصلة نعم، محور المقارنة. محور المقارنة، ودرسنا اليوم هو على قدري. على قدري، شنو معناتها على قدري؟ بمعنى يساوي، بمعنى يساوي. وفي كلمتنا العامية كما نقولوا قد قد، معناتها كيف كيف، قد بعضهم كما هكا. درسنا اسمه على قدري. سنقوم بقراءة السؤال الأول، وهو يقول: أكون مجموعة من المثلثات على قدر مجموعة المربعات. على قدر بمعنى تساوي، قد قد، على قدر مجموعة المربعات. هذه مجموعة المربعات، لهنا الخانة هذه فيها باش نرسمو الشكل، والخانة هذه باش نحطو فيها العدد. أحسنت. أول حاجة باش نعملوها هي أنه احنا نعدو نعم ما تحتويه المجموعة الأولى. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. مجموعة المربعات تحتوي على ستة مربعات. أكتب رقم ستة بهذه الخانة. وماذا يقول السؤال؟ يقول يجب علي أن أكون في المجموعة الثانية مجموعة من المثلثات على قدر المجموعة الأولى، بمعنى أن أرسم ست مثلثات كما هو موجود بالمجموعة الأولى، ست مربعات. سأرسم في بدء الأمر رمز المجموعة وهو المثلثات. أرسم مثلثا صغير بهذه الخانة وأكتب ستة هنا، لأني سأرسم ستة مثلثات وهي على قدر المجموعة الأولى. هذا المثلث الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهذا المثلث السادس. هكذا أكون أكملت. المجموعة الثانية بها ست مثلثات، والمجموعة الأولى بها ست مربعات. هكذا تكون المجموعة الأولى تساوي المجموعة الثانية، أو نقول المجموعة الأولى نعم على قدر المجموعة الثانية، أو العكس، المجموعة الثانية على قدر المجموعة الأولى، بمعنى أنها تساوي على قدري. أحسنتم. فننتقل إلى التمرين الموالي. أكمل ب أقل أكثر على قدري. أقل أكثر، هذوما الزوز قريناهم في الدرس الفارط. على قدري بمعنى أقل أو أكثر أو يساوي. على قدري لدينا المجموعة الأولى مجموعة الدوائر، مجموعة المثلثات، ومجموعة المربعات. ماذا تقول الجمل؟ المربعات، نكتب لهنا أقل أو أكثر أو على قدري من الدوائر. لهنا نكتب المثلثات كيف كيف، أقل أو أكثر على قدر من المربعات. ولهنا الدوائر، نختار واحد من هذوما الثلاثة، أقل أكثر على قدر من المثلثات. لهنا باش نقارن المربعات والدوائر.
مش نحسب مرة لولا المربعات. عندي واحد اثنين ثلاثة، نكتب ثلاثة بس صغير، نحسبهم مثلثات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اكتبوا خمسة هكا. والدوائر عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة. سأقارن بين المربعات والدوائر. المربعات وهي ثلاثة، هل هي أقل أو أكثر أو على قدر من الدوائر؟ المربع ثلاثة والدوائر خمسة، ماذا؟ أحسنتم، المربعات أقل من الدوائر. نكتب لهنا أقل، المربعات أقل من الدوائر. علاش هي أقل؟ خاطر المربعات هي ثلاثة والدوائر خمسة، وإحنا نعرف أنه الثلاثة هي أصغر من الخمسة. أحسنتم. لننتقل إلى الجملة الموالية، ماذا تقول؟ المثلثات من المربعات. معناتها إحنا تو باش نقارنوا المثلثات والمربعات. المثلثات والمربعات، المثلثات هي خمسة والمربعات هي ثلاثة. المثلثات هل هي أقل أم أكثر أم على قدر من من المربعات؟ هيا يا أطفال فكروا. نعم أحسنتم، المثلثات هي أكثر بالطبع لأنها تساوي خمسة. أكثر من المربعات. أحسنتم. لم يتبقى لدينا سوى مقارنة الدوائر بالمثلثات. الدوائر تساوي خمسة والمثلثات تساوي خمسة. خمسة خمسة بمعنى الدوائر. هذا سهل يا أطفال. نعم هي على قدري، فهي تساوي خمسة تساوي خمسة، على قدر من على قدر من المثلثات. الدوائر على قدر من المثلثات. أحسنتم يا أطفال، لقد تعلمتم درس اليوم بسرعة وبكل انتباه. إلى اللقاء يا أطفالي في درس جديد.